بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فصل الآيات، بين السبل، بين سبيل المؤمنين، وبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله سبحانه وتعالى بحمده أقام الحجج على عباده، وأنذرهم مرة بعد مرة، وأكد عليهم المواثيق، أخذ عليهم وهم في ظهر آدم ألا يشركوا به شيئا، فأبى أكثرهم إلا أن يشرك به شيئا، وأنشأهم بفطرتهم منيبين إلى الله عز وجل، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأرسل بعد ذلك رسله ليذكروهم بفطرتهم، ويذكروهم بالميثاق الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فقامت الحجج، وهو سبحانه وتعالى يعطي للناس مهلة مرة بعد مرة لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون، ولكن أكثر الناس يتركون أوامر الله سبحانه وتعالى، ويكون الأمر بينا واضحا جليا، يعرفون الحق ويدركون الباطل كذلك، ومع ذلك فبسبب الغي يختارون الباطل ويتركون الحق، فينسيهم الله عز وجل أنفسهم، ويقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى ترى الحق بعد رؤيته باطلا، وترى الباطل بعد معرفته حقا، فتنقلب الموازين عليهم وينسون ما ذكروا به، وهنا يستمرون على ضلالهم مهما أتت الآيات ومهما قامت الحجج. وتتعجب حين ترى أمامك أنواعا من البشر يرون الآيات أمام أعينهم ومع ذلك يصرون، يرون مصارع المجرمين، ويرون عاقبة مكرهم السيء، ويرون نهاياتهم الأليمة، ويرون فضيحتهم، ويرون خزيهم، ومع ذلك يستمرون على نفس الأساليب من الكذب
والزور والباطل، ومن الإصرار والعتو على معصية الله عز وجل وعن طاعته وعما ذكروا به. تتعجب لماذا كل واحد يعد نفسه ناجيا مما لم ينج منه الآخرون، لماذا يظن أنه ليس كغيره مع أن الله أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسألون سؤال استفهام لأن الذنوب قد أحصيت والله عز وجل قد أضلهم بعد الغي، يضلون بعد إرادة السوء على بينة من أمرهم، يضلون فيرون السيء حسنا ويرون الحسن قبيحا ويرون العدل ظلما ويرون الظلم عدلا، ويصدقون أنفسهم فيما كذبوا فيه، يصدقون كذباتهم ويصدقون أباطيلهم ويظنون أنفسهم قد فازوا ونجوا. فإذا أتى أمر الله بغتة هلك المجرمون. نسأل الله العافية. على المرء أن يتعظ وأن يتذكر مما يرى حوله من الآيات، ويحذر على نفسه من النسيان، لأن هناك نسيان يؤاخذ الإنسان به، هناك نسيان ناشئ عن ترك، بدايته ترك، حتى استعملت كلمة النسيان في اللغة بمعنى الترك المجرد، حتى ولو كان عن تذكر لكن يقال نسي أي ترك، وهذا بداية الأمر. ثم بعد ذلك بعد التعود على الترك ينسى الإنسان الحق. تأمل في قصة أصحاب السبت لتعرف كيف وصل الحال بهم إلى أن يعتدوا الاعتداء الصريح بعد الحيلة، وإلى أن ينسوا بعد الترك، ينسوا نسيانا مطلقا. قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اعتدى اليهود بالحيلة أولا بتسمية الصيد بغير اسمه، نصبوا الشباك يوم السبت يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، أو حفروا الحفرة حتى يدخل السمك فيها يوم السبت ويأخذوه يوم الأحد، فاصطادوا في السبت بالحيلة. ثم بعد ذلك وجدوا أن لا معنى للحيلة وأن الأمر كما هو، لم يعجلوا بعقوبة، فبدأوا يعتدون صراحة، فصاروا يعتدون في السبت كما وصف الله سبحانه وتعالى. وانقسم المجتمع إلى ثلاث طوائف: طائفة فعلت المنكر وسارعت فيه، وطائفة دعت إلى الله ورجت أن تعتذر إلى الله سبحانه وتعالى بأنها قد بلغت ونصحت، ولم يكن في قدرتهم أن يغيروا بأيديهم، ولم يكن في استطاعتهم أن يعاقبوا أهل المنكر. وطائفة وقفت موقف المتفرج، وإن كانت كارهة للمنكر لكنها تعظ الدعاة إلى الله بأن لا فائدة، وقالوا لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. استمر الحال
وصفه الله عز وجل بالنسيان، فلما نسوا ما ذكروا به. إذن بعد الترك المتعمد أولا يصل الإنسان إلى حالة نسيان الذكر بالكلية، تعود على ذلك حتى تصير الحقائق مهزوزة في حسه، حتى تنقلب بعد ذلك الحقائق إلى أباطيل والأباطيل إلى حق، حتى لربما تعد طاعة الله عز وجل جريمة، ويعد الطهر منكرا، كما وصل الحال إلى بقوم لوط إلى أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صار في زماننا من يجعل المطالبة بالشريعة تخلفا وجريمة ورجعية، ويجعل التوحيد بدعة وضلالا، ويجعل الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن من صرف العبادة لغير الله صار مشركا، يجعل ذلك عقيدة فاسدة من عقيدة أهل البدع الخوارج. كذا صار الحال بالناس، مهما أقمت وبينت، مهما أقمت الحجج وبينت، نسوا ما ذكروا به. علامة الاعتماد في الباطل على خرافات، على أكاذيب، على ضلال مبين. تجد العدل صار ظلما، صار الناس في موازينهم يقبلون أن تسفك دماء بريئة، ويقيمون الدنيا ولا يقعدوها، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مجرد تهم باطلة بالاعتداء على من ارتكب بعض الظلم. تجد دماء تسفك لأجل غطرسة البعض، وفي نفس الوقت يتهم الأبرياء بأنهم يريدون خطف الناس وإلقاء ماء النار في وجوههم، ويصدقون ذلك وكأنه حقيقة، وأنهم هدموا وحرقوا وصنعوا، وما يوجد شيء من ذلك على الإطلاق. انقلبت الموازين بسبب نسيان ما ذكروا به. علامة يعتمدون على الخرافة، على الكذب، على الزور، انقلبت الحقائق. فلما نسوا ما ذكروا به، عند ذلك ينجي الله عز وجل أهل الإيمان. إذن الدعوة إلى الله سبحانه والنهي عن السوء سبب النجاة، وإن ظن كثير من الناس أنه سبب الهلاك، وإن ظن كثير من الناس أن إقامة الحق تهمة وأن القيام به جريمة، حتى عد بعض الناس مبدأ إقامة الحدود جريمة من الجرائم، حتى عدوا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى أمرا يستحق الحرب الشعواء، بل ليس الإقامة، بل مجرد الدعوة إلى إقامة شرع الله. فكثير من الناس يخافون من الحق مع أن الحق سبب النجاة. فالله سبحانه وتعالى ينجي الذين ينهون عن السوء. قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فاحذروا عباد الله أن تتركوا النهي عن السوء، احذروا أن تتركوا الدعوة إلى الله، إن الدعوة إلى الله مسؤولية الأمة جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكل حين قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ويكون ذلك بالضوابط الشرعية. ولا عتب على إنسان عجز عن تغيير منكر أو عقوبة فاعله إذ لم يجعل الله له سلطانا. فمن كره فقد سلم، من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. فالله سبحانه وتعالى أنجى الذين ينهون عن السوء، رغم أن المنكر ظل موجودا في المجتمع، لكن
كانت بداية النجاة للطائفة الداعية إلى الله بعد أن استفرغت وسعها في القيام بالدعوة، وبعد أن تأكد إقامة الحجة على أهل السوء واستمرارهم وانتشرت الدعوة واستمرارهم في السوء، وانتشرت الدعوة حتى لم يعد هناك رجاء في أن تصل الدعوة إلى من لم تصل إليه، وهو لعلهم يتقون. وقد بينا أن الدعوة لها آثار عاجلة وآثار آجلة، وآثار على المدعو وآثار على غيره. فقد تخاطب إنسانا بمنكر يرتكبه فينتفع بهذا الخطاب آخر يسمع، ولو طفل صغير، ربما يستقر في حسه أن فعل المنكر أمر سيء، يظل في قلبه ذلك المعنى حتى إذا كبر ترك ذلك المنكر، بدلا من أن ينشأ يعرف الباطل على أنه الحق، وأن السب والمنكر والبذاء والسوء هو الخير. لو أن إنسانا نشأ في بيئة يسب أهلها ويلعنون ينشأ يفعل مثلهم في الغالب، ولكن لو وجد من ينكر ربما كان فيه هداية الأمة. فهذا صبي صغير علمه الراهب الصادق المختفي عن الأعين عقيدة التوحيد والإيمان، صار بعد ذلك في قصة أصحاب الأخدود سببا، صار هذا الغلام سببا لهداية الأمة كلها، وصنع ما لم يستطعه الراهب. ولكن ربما كان الكلام مؤثرا على من لا تظن فيه تأثيرا. عندما انتشرت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه القرية حتى وصل الأمر إلى الجميع وتأكد أنهم أعذروا إلى الله، ولم يعد هناك رجاء في أن يستجيب أو يتقي طائفة من الذين يرتكبون المنكر، عند ذلك اعتزل أهل الحق وفارقوا أهل المنكر. وهذا الذي ينبغي أن يفعله الدعاة إلى الله عز وجل إذا أتمت الدعوة إلى الله أهدافها، وظل أهل الفساد على فسادهم، وهكذا فعل الأنبياء، بقوا يدعون إلى الله مدة في أقوامهم ثم بعد ذلك تحصل مفارقة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد 13 سنة قضاها بمكة يدعو إلى الله عز وجل، ثم فارقهم لما صارت الدعوة تجلب لهم مزيد العناد. وهذا أمر يقع عند الكثيرين، يقع من الكثيرين، أنك كلما دعوته أعرض، لم يعد هناك نكاية في قلبه، لم يعد هناك أثر للدعوة إلا مزيد العتو، إلا مزيد الكبر، إلا مزيد الرد. تقام عليه الحجج ويعرفها ويصر على معاندتها، فعند ذلك فارق أهل الحق أهل الباطل واعتزلوهم. وهذا هو الحال الذي تشرع فيه العزلة، وحال آخر تشرع فيه العزلة حين يعجز الإنسان أن يحافظ على دينه إلا بمفارقة أهل المنكر، يخشى على نفسه أن يوافقهم. هنا لو أنه عض على أصل شجرة في سفح جبل أو على رأس جبل أو في شعفة من تلك الشعاف، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. يمكن أن يكون ذلك في بعض البلدان في بعض الأحوال، ليس ذلك في الأرض كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. ستوجد طائفة يخذلها من يخذلها ويخالفها من يخالفها. لو وجدت الناس كلهم يوافقونك، وكلما ذهبت إلى مكان أو قلت قولا صدقوك، فاعلم أنك في خطر،
لا بد وأن يولد من يخالف، سنة كونية. ليس معنى ذلك أننا نسعى للمخالفة، ولكن من قال الحق وجهر به ولم يجامل فيه لا بد أن يجد من يخالفه. الذي يجامل هذا بوجه ويجامل الآخر بوجه آخر ويقول لا والله ما خالفتك في الباطل الذي عندك، لا يسميه باطلا بالطبع، ولا أني قلت غير ذلك، فإذا ذهب لآخرين قال أنا معكم، إنما أنا أجامل هذا. المجاملة على الحق لا تصلح. عندما يكون الإنسان كذلك لن يكون على الحق. ولذلك قال بعض الصالحين إذا ترك الناس إيذائي شككت في الطريق، نسأل الله العافية. لذلك كان ما ذكرنا أن الطائفة المؤمنة يوجد من يخذلها ويخالفها ولا يضرهم ذلك، لكن قد يوجد الإنسان في محل لا يجد فيه معينا على الخير ولا يجد معاونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يشرع له أن يهجر أهل السوء إذا استفرغ وسعه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو خاف على نفسه أن يشارك أهل الفساد فسادهم. هذه هي الحالة التي يشرع فيها العزلة. قامت الطائفة الداعية إلى الله عز وجل باجتناب المفسدين العصاة المعتدين في السبت بأن أخذوا جانبا من القرية وبنوا سورا لمفارقتهم، بنوا سورا بينه وبينهم، يريدون أن يعيشوا حياتهم في ظل الطاعة لا في أسر المعصية، يريدون أن يعيشوا حياتهم بعد أن بلغوا الحق. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. حصلت المفارقة، كانت بدايتها مفارقة معنوية ثم بالنهي عن السوء، ثم صارت مفارقة مكانية حين أوصلوا الدعوة إلى الجميع، وصارت الدعوة إلى الله عز وجل تجلب للفاسقين الفاجرين مزيد العناد، ولا يحصل منها إلا أذى الدعاة إلى الله دون نكاية في قلوبهم ودون أثر على غيرهم. صاروا يستهزئون بأهل الحق وصاروا يسخرون منهم، فحصلت المفارقة. وهذا بعد دعوة طويلة المدى، حين يوجد في المجتمع من يلبس عليه لا يعرف الحق من الباطل، تظل القضية ولعلهم يتقون، تظل مسألة حصول التقوى من بعضهم إذا علم قائمة. إذن لا تشرع المفارقة والمهاجرة في تلك الحالة، بل يبقى الدعاة إلى الله ليبينوا الأمر لمن لبس عليهم. إذا وجدت انكسارا في قلبي العاصي والفاسق يقول يا ليتني أكون ملتزما، فلا زالت قضية ولعلهم يتقون مرجوة، لا زال الأمر محتملا. إذا وجدت من ينظر في الأرض منكسرا، إذا نهيته عن المنكر وإذا ذكرته تذكر مرة وترك مرات غلبته نفسه، إذن هناك رجاء في حصول التقوى بعد حين. إذا وجدت إنسانا باحثا عن الحق لكنه تأثر بمجتمعه الفاسد وتخشى عليه إن تركته أن يقع في براثن الفساد، فلا زال هناك رجاء في لعلهم يتقون. إذا كان هناك طائفة جاهلة لبس عليها الأمر فلا يزال هناك معذرة إلى ربكم، نريد أن نعذر، نقيم العذر، بلغنا الحق للناس. حين يستكمل الأمر تكون في محلة ليس هناك من لم يبلغه الحق، كلما دعوت الناس سخروا منك كما فعل قوم نوح. عند ذلك ابحث عن أرض أخرى تزرعها، ابحث عن أرض أخرى تلجأ إليها كما فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كانت بداية النجاة التي كتبها الله للدعاة إلى الله الناهين عن السوء أن اعتزلوا قومهم، ثم مرت مدة نزل العذاب فجأة، عذاب بئيس، بئس العذاب، حصل البؤس لهم أعظم البؤس،
في يوم من الأيام أمر الله أمرا كونيا أن تمسخ وجوه هؤلاء القوم مع بقاء أرواحهم، تمسخ أبدانهم إلى أن صاروا قردة. قال الله عز وجل لهم كونوا قردة. سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تحولت الوجوه إلى قردة. وقيل جعل الله شبابهم قردة وجعل شيوخهم خنازير. وقد ذكر الله عز وجل مسخ الناس إلى قردة وخنازير في موضع آخر من كتابه، فقال هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقد يمسخون إلى كائنات أخرى، لكن لم يجعل الله لمسخ النسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخشى صلى الله عليه وسلم أن تكون الفأرة من المسخ أمة من بني إسرائيل فقدت، لم يعرف لها شأن. كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفأرة، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه أن الممسوخين لم يتناسلوا، وكانت القردة والخنازير والفئران قبل وبعد مسخ هؤلاء، ولم يجعل الله لمسخ النسل. أمر من الله عز وجل صارت هذه الأبدان العاصية في النصف الفاسد من القرية صاروا قردة، وربما وجد منهم خنازير، لكن الموضع الذي ذكر الله القصة فيه ذكر مسخهم قردة، وذكر مسخ الخنازير في موضع آخر فالله أعلم. إلا أن بعض السلف ذكروا أن الشيوخ كانوا صاروا خنازير، ولأن الخنزير أقبح، لأن موقف الشيخ في المنكر أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان، الشيخ ضعفت شهوته، فإذا كان الزنا من الشاب قبيح فالزنا من الشيخ أقبح، والكذب قبيح من الضعيف فالكذب من الملك القوي أقبح، والكبر قبيح مطلقا من الغني والفقير وهو من الفقير أقبح. ولذلك كان مسخ الخنزير أسوأ من مسخ القردة أو مسخ القرد، فإن القرد أكرم بكثير من الخنزير وأذكى وأنفع، فيه منافع وفيه خصال محمودة في الجملة، مع أنه بالنسبة إلى الإنسان مسخ، بالنسبة للإنسان دنيء وعقوبة أن يتحول الإنسان إلى قرد. والعجب أن أقواما طمست بصائرهم لا يزالون يرون أن الإنسان والقرد أخوان أو أولاد عمومة، ويرون ذلك علما، مع أن تحول الكائن إلى كائن آخر ثبت استحالته علميا بكل الوسائل. يستحيل أن يستكمل جنين مكون من فصيلين مختلفين لو حصل أن اجتمع الماء والماء من زوجين مختلفين ليسوا من فصيل واحد، فإنه لا يكون له نسل. إن تكون كالبغل مثلا فإنه مكون من فرس وحمار من أب وأم مختلفين لكن من نفس الفصيل، ومع ذلك ليس له نسل يكون عقيمة. وعامة هذه الكائنات لا يكتمل نموها، فكيف بفصيل آخر مختلف تماما في عدد الكروموزومات وصفة الخلية؟ يستحيل التحول، ومع ذلك لا يزال هناك من يرى أصل الإنسان والقرد شيء واحد. جعلهم الله ممسوخ القلوب عبد الطاغوت. نقول القرد خير من الخنزير، ولذا كان الشيخ ممسوخا خنزيرا أقبح ممن مسخ قردا والعياذ بالله. القرد يغار على أنثاه ويأبى
أن يقر بفاحشة على أنثى، أعني أن القرود تعيش في أسر، وهذا شيء عجيب جدا، وعندها غيرة شديدة حتى في وسط مجتمع مفتوح للقردة، إلا أن الذكر لا يقبل، لا يقبل خصوصا القردة العليا، لا يقبل أن يعتدي أحد على أنثى، بخلاف الخنزير فإنه فيه من صفات الدياثة، وفيه ما يؤثر على آكله والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون وهو من المخضرمين من التابعين قال: رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنيا فرجمتهما القرود. فرجمته وهو في صحيح البخاري بسند صحيح أن عمرو بن ميمون رضي الله عنه كما ذكرنا، وهو أحد من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، لكن وصل بعد وفاته، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكبار، رأى أنه رأى في الجاهلية قردا شيخا ومعه قردة شابة، أنامته، مر بها قرد شاب، أنامت القرد الكبير، ثم قال فذهبت وراءه، قال فرأيته وقع عليها، ثم عادت فوضعت يدها تحت رأس القرد الكبير، فانتبه فشمها فصاح، فاجتمعت القرود حتى أتت بالقرد والقردة الذي القرد الذي فعل بها، فرجموهما بالحجارة. فانظر هذا الأمر العجيب الذي يرويه أحد الثقات الأفاضل، وهذا مسجل في حدائق، أعني أن هذه الخصلة من خصال القرود مسجل في حدائق الحيوان عن القردة العليا، يقولون هذا وهذه أنثاه منذ كذا وكذا من السنين، لا يقبل غير ذلك، وهي لا تقبل أيضا أن يكون هناك ذكر آخر يأتيها. أما الخنازير فلا، القرد يأكل الفواكه الطاهرة الطيبة، والخنزير يعيش على الزبالة والنجاسة، فالخنزير فيه صفات قبيحة نادس العين، والقرد طاهر حال الحياة على الصحيح. القرد يمكن أن يكون فيه منافع، والخنزير لا ينتفع به في الحقيقة، لا ينتفع به إلا فيما يضر. نقول هذا لأن هناك نوع آخر من المسخ هو أسوأ من الخنزير، لأن الله ذكر ترتيبا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فعباد الطواغيت شر الثلاثة، بدأ بالقردة ثم ثنى بالخنازير ثم ثلث بعبد، من عبد الطاغوت، من عبد الشياطين التي تدعو إلى عبادة غير الله، من عبد من يعبد من دون الله وهو راض، من عبد الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله والمبدل لشرع الله، وعبد الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع وتقليب الحقائق، وعبد الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، وعبد الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وعبد من يعبد من دون الله وهو راض، عبد الطاغوت، عبد أعداء الإسلام، عبد من يصد عن سبيل الله، يعاونهم، يقول باطلهم، ينافق والعياذ بالله حتى يحارب الدين، حتى يقول ربما لن تقوم أبدا في بلادنا، لم ولن تقوم دولة إسلامية، نعوذ بالله من الضلال. نسأل الله العافية. وهذه الحرب الشرسة التي يقودها عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت من دون الله عز وجل ضد أهل الإسلام، تدل على مسخ القلوب، وإن بقيت الأبدان تلبس الحلل. نزل العذاب البئيس بالقوم المجرمين في يوم من الأيام، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظروا إلى عاقبة الفسق، بما كانوا يفسقون، من خرج عن طاعة الله أتاه العذاب البئيس، أتاه العذاب بئس العذاب. نسأل الله أن يعافينا وأن ينجينا وأن يحفظنا، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أذلاء منحطين، أمرهم الله كونا أن يكونوا كذلك فصاروا كذلك، كانوا كذلك بعتوهم، باستمرارهم على الباطل، بتكبرهم على أهل الحق، استمروا على الباطل مدة، قامت عليهم الحجة، قطع عنهم العذر، لم يعد لهم عند الله عز وجل حجة، ولم يعد لهم عند الله عذر. العتو، الاستمرار على الباطل رغم ظهور الآيات، رغم التذكير، فلما عتوا عما نهوا عنه صار لهم عتو في استمرار وطول زمن في الوقوع فيما نهوا عنه. كان هذا الأمر يوما من الأيام، ظلوا يعيشون مدة هكذا قردة خاسئين. قال بعض أهل القرية الصالحة لبعض النصف الصالح من القرية: انظروا ما فعل أصحابنا، فتسلقوا السور أو فتحوا شيئا من الأبواب بينهم وبينهم، فلم يجدوا بشرا، وجدوا قردة تتعاوى تتصايح، فدخلوا عليهم يبحثون عن أقاربهم حتى صار القرد هو الذي يعرف قريبه فيشمه ويربط على كتفه ويظهر ندمه وحزنه، فيقولون لهم: ألم نكن ننهاكم؟ فيقول القرد برأسه: النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هلك أولئك وماتوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نص آية في كتاب الله تدل على وقوع هذا المسخ، وسيكون في آخر الأمة بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. مسخ، سيوجد من يمسخه الله عز وجل قردا أو خنزيرا، أو أسوأ من ذلك مسخ القلوب، مسخ من بدلا من أن يعبد الله ويمتلئ قلبه بحبه والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، يمسخ قلبه فيصير عابدا للطاغوت والعياذ بالله، يمتلئ قلبه برجاء الطواغيت وبالخوف منهم وبالاعتماد عليهم دون أن يجد أبدا لذة الإيمان، نسأل الله العافية. ويوجد مسخ، سيوجد في الأمة مسخ وقذف، يعني من السماء، هناك من يقذف بحجارة من السماء وهناك من يخسف به الأرض، نسأل الله العافية. ووالله إن الآيات كثيرة ترون أمثلتها كل يوم، وإلا فأخبرونا عمن كان في العز والسلطان ثم صار إلى الذل والهوان خاسئا مهينا، أمله أن يبقى يأكل ويشرب ما يتلذذ به لا يزاد عليه في العقوبة، وقد فضح أعظم الفضيحة. نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. البلاء بمعصية الله عز وجل يجلب أنواعا من البلاء. صار هؤلاء قردة خاسئين، بالإضافة إلى أن من سار على سبيلهم تأذن الله، أمر الله وأخبر سبحانه وتعالى أن يبعث على أمثالهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سبحان الله، اليهود فعلوا ما فعلوا ونال طائفة منهم عقوبته، وطائفة أخرى ساروا على نفس الطريق، ولا بد وأن ينالهم ما أخبر الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فبادروا بالتوبة والاستغفار لتكونوا من أهل الشطر الأخير من الآية،
وإن الله لغفور رحيم، وإنه لغفور رحيم. واجتنبوا معاصي الله واتقوا الله واحذروا عقابه حتى لا تكونوا من أهل عقوبته، إن ربك لسريع العقاب. نسأل الله العافية. من كان يظن أن يكون الطغاة المجرمون يعاقبون أنواع العقوبات في الدنيا وما ينتظرهم عند الله إن لم يتوبوا، ومن التوبة أن يردوا الحقوق إلى أصحابها وأن يمكنوا أنفسهم يمكنوا من أنفسهم من ظلموه حتى يأخذوا قصاصه أو يعفو، والله سبحانه وتعالى عفو كريم يحب العفو ويأمر به ويراغب فيه. ولكن على الظالم أن يتوب إلى الله برد المظالم، وليس فقط أن يردد أنه في كرب أو أنه يدعو الله دون أن يرد الحقوق إلى أصحابها، إلا أن يكون قد طبع على قلبه فيرى نفسه محقا وهو في حقيقة الأمر على أشد أنواع الباطل، نسي ما ذكر به فصار لا يعرف الحق من الباطل بل يرى الحق باطلا والباطل حقا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعافينا في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الكافرين والمنافقين. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم نجي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نجي المسلمين في ليبيا، اللهم نجي المسلمين في سوريا، اللهم نجي المسلمين في اليمن، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخير السلام.